السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم الآن، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كنا تعبانين وكذا ربع لحام حاير داخل بصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر عليك حال. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا الفقر هم كذبه، اقول لك كذبه يعني. بلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق، تدري كيف نطي احنا رواتب؟ نطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه. الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع لكل شعب العراق، هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله، وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني، بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو، بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا. تعال يا بتعال. ثمان لا خليني. ثمان لا أنا أقول لك يا خليني، لأني أروح أنهار واقع والله، أنا تعبان. أنا تعبان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، اليوم نطرح موضوع الأمن الغذائي العراقي وتأثر العراق بالتداعيات الدولية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير هذه العملية العسكرية على العالم بشكل عام، والعراق طبعا جزء من هذا العالم ويتأثر ربما أكثر من دول أخرى، لأن العراق بلد مستهلك، بلد مستورد يعتمد على الآخرين بما يتبضع من منتجات، وبالتالي أي خلل بالنظام الغذائي العالمي أو بالسوق الاقتصادية العالمية العراق هو الطرف من الأطراف المتأثرة بشكل كبير جدا. أوكرانيا وروسيا يعتبران مصدرين رئيسيين للقمح والشعير والذرة الصفراء، طبعا هم مصدران رئيسيان ل هذه المنتجات، معا يصدران إلى العالم ما مجموعه 19% من إنتاج القمح العالمي و14% من إنتاج الشعير العالمي و4% من إنتاج الذرة الصفراء عالميا. هذا إنتاج أوكرانيا وروسيا. أوكرانيا يعتبر تصديرها لمنطقة الشرق الأوسط مع روسيا يعادل 60%، الدول العربية بالتحديد دول مستوردة، لكن العراق لا يستورد من أوكرانيا أو من روسيا القمح، لكنه يتأثر لأن الآن السوق في تصاعد مستمر وعملية رفع الأسعار مستمرة ومتبعة من قبل دول كثيرة في العالم بسبب الآن تأثر مصادر القمح والشعير من هاتين الدولتين، وبالتالي تضطر الدول التي تزرع أو التي تصدر إلى رفع تكلفة هذه المنتجات، منهم من باب استغلال للموقف ومنهم من باب هذه هي الظروف، وبالتالي يجب أن يرفع الأسعار تماشيا مع الغلاء العام الموجود في العالم. العراق يعتمد على المنتجات الغذائية بشكل كبير جدا ويستورد ما مجموعة أكثر من 75% وبحسب وزارة التجارة 75% من احتياجات العراق الغذائية يستوردها. العراق يعتمد على الآخرين بشكل كبير جدا. سنتحدث بعد قليل مشاهدينا الكرام بأرقام وبتصريحات مسؤولين داخل السلطة في العراق حول إنتاج العراق وحاجته للاستيراد وكم الكميات التي يحتاجها ومدى تأثر العراق بالظروف والمتغيرات الدولية، لكن السؤال هو بعد كل هذا الحديث، يعني احنا دائما نربطها بالوضع السياسي في العراق وحكومات الاحتلال لانه في النهايه هي التي تدير شؤون البلد
وفي النهاية هي التي تتحكم بمصير العراقيين لأنها صاحبة المال وصاحبة النفوذ. هذه الأحزاب التي نراها اليوم تتصارع على المناصب داخل قبة البرلمان وشد وجذب ما بين الأحزاب المتصارعة والمختلفة فيما بينها، لماذا لم تلتفت هذه الأحزاب إلى المواطن العراقي، إلى البلد، إلى العراق، البلد الذي سيضيع، سيدمر بسبب المتغيرات الدولية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل من كل الجوانب، لكن الجانب الاقتصادي والغذائي بشكل أخص هو ما يهم ربما الطبقة الفقيرة المسحوقة الآن ضمن المجتمع العراقي، الطبقة المتوسطة التي تبحث عن النجاة، وأيضا بشكل عام المواطن العراقي ينظر إلى الوضع. اليوم العراق ينتج ما مجموعة 3 ملايين طن سنويا من محصول القمح، في حين هو يستهلك 5 ملايين طن بحسب وزير التجارة. طيب هناك فرق مليونين، وهناك بين فترة وأخرى تسلم حصة تموينية فيها مادة الطحين إلى المواطن العراقي. إذن في ظل هذه الأزمة قد ينقطع تسليم المواطن مادة الطحين، وإن كانت على فترات متباعدة لكنها موجودة في بعض الأحيان، وبالتالي هنا أزمة محتملة من الناحية الاقتصادية والغذائية بشكل أخص تواجه المواطن العراقي. هذه الأحزاب لماذا لم تلتفت إلى هذه الجوانب بدلا من الدخول بصراعات لا منفعة منها؟ حقيقة المواطن لا يستفيد من هذه الصراعات أي شيء، وبالنهاية إن اتفقوا أو اختلفوا فالمواطن هو المتضرر. فإن كانوا وطنيين كما يقولون، وإن كانوا يحبون مصلحة البلد ويبحثون عنها، أين كانوا طيلة هذه السنوات أوصلوا العراق إلى هذه المراحل الخطرة؟ والأراضي الزراعية في العراق فيها نسبة تصحر وصلت إلى 70% غير صالحة، وبالتالي العراق يجب أن يستورد أكثر لأن البقية 30% في طريقها إلى الفناء. أزمة مياه، أزمة تصحر، اعتماد العراق على دول، الآن دول كثيرة بدأت تغلق أبوابها أمام التصدير. رأيكم مشاهدينا الكرام بكل هذا الحديث؟ ما توقعاتكم بالنسبة للمرحلة المقبلة؟ والعالم مقبل على أزمة غذائية حقيقة، لأنه مصدرين رئيسيين للغذاء العالمي الآن تأثرا ويؤثران على البقية، فكيف تتوقعون الوضع القادم بالنسبة للعراق؟ هل تتوقعون بأن هؤلاء اللي اليوم يتصارعون على المناصب قادرين على إيجاد حلول للأزمة المحتملة، أزمة الغذاء المحتملة أو الأزمات الاقتصادية بشكل عام؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في هذه الحلقة، بإمكانكم أن تشاركوا الآن من خلال هذه الأرقام للإجابة عليها. معنا اتصال. مين أبو علي؟ السيد أبو علي من واسطة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تفضل يا أبو علي. صحيح محمد، يعني العالم كل مو بس العراق، لكن العراق بشكل خاص مقبل على كوارث. للأسف النظام السياسي بالعراق ما نجح بالتعامل العلمي والمهني مع المشاريع الزراعية بالعراق، ولا عمل برنامج لوصول إلى الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي، وخاصة من اللي يعني بصراحة بعد ما قيتك وتقرير للمنظمة العربية أنه يشكل القطاع الزراعي بالعراق من الناتج المحلي 3%. تخيل العراق صاحب نهرين، القطاع الزراعي 3%. شيء أكيد أنه القطاع الصناعي وغيرها أقل هذا المستوى. لأن أنت عندك الشيء اللي ما يراد له المقومات، ما يراد له أسس 3%، لعد يراد له بناء وهيكل وإعداد موازنات وميزانية، قد راح يصير عندك. الطبقة السياسية احنا متفقين ككل، يعني حضرتك والعراقيين ككل، ان هذه الطبقة فاشلة سياسيا وفاشلة اقتصاديا وفاشلة بالتخطيط. الدليل على انه اكثر الدول العالم تضررا من كورونا العراق، واكثر دولة متباطئة بمكافحة كورونا وحماية المواطنين هو العراق، واكثر دولة فساد في لقاحات كورونا هو العراق. زين نجي الان لان القطاع اللي مثل ما قلت حضرتك انت، اكو دول مستورده اليوم بدت تمنع التصدير
وحتى الزائد عن الحادي، يعني مثل الأقرب. تسمعني ترى حمد؟ وياك. إيه مثلا عندك الكويت الآن. نعم. تصدير الزيت، تمنع تصدير المواد الأساسية الغذائية إلى حتى الدول المجاورة. للسبب لأنه حقهم حقهم وما حد يمنعهم يا أبو علي. اليوم طبعاً. اليوم طبعاً. اليوم لما نشوف إنه قبل فترة حدث الضجة في تركيا، وهي دولة مصدرة إلى العراق بشأن زيت الطعام. الدولة خرجت وطمأنت المواطنين بأن لديها مخزون يوصل لشهر تموز، عندها مخزون احتياطي، وأرسلت قوافل وصلت إلى 6000 طن من مادة الزيت دخلت إلى تركيا وانتشرت في الأسواق وانحلت المشكلة. لكن لو أغلقت الباب أمام تصدير الزيت إلى الخارج حقها، لأن بالنهاية ما حد متوقع شنو ممكن يصير الآن في العالم في ظل هذه المتغيرات. الجماعة اللي اليوم اللي كل مرة يطلع وزير التجارة أو الزراعة أو غيره يتكلمون عن احتياطي لا يتجاوز شهر واحد من القمح من الزيت من غيرها، طيب بعد الشهر شنو بدائل العراق؟ إذا الدول المصدرة أغلقت بابها ما تريد تبيع لك بعد، ما تقدر تبيع لك بعد. يا سيد محمد، المشكلة مو الدول تقول لك أنا ما عندي، تقول لك أنا ما أبيع، أنا عندي موجود بس ما أبيع، حتى لو تنطيهم أضعاف السعر. يعني الآن خل سعر البرميل يوصل على 500 دولار، أنا فلوس شو أسوي بها؟ إذا أنت عندك فلوس وما عندك منتج. نعم. لذلك اليوم العراق والحكومة اللي فاتت بالعراق الموجودة حاليا أساسا هي ما عندها خطط استراتيجية للبلد. والدليل مثل ما صارت المهزلة اللي صارت في البرلمان الأخيرة، يعني ناس ما راضين عن كاظمي بس ما يردون حكومة جديدة. لكن أنت إذا ما راض عليه ليش ما تطلع؟ مو تقول هو هذا دهور العراق، لأن ليش ما تطلع أنت؟ لأن حتى اجتماعهم الآن، اجتماعهم ومناوراتهم السياسية مو الهدف المواطن، لا الهدف الاستيلاء على السلطة. لذلك التفكير بالمواطن أقل شيء. أنا إن شاء الله هذه ما تصير إن شاء الله. شكرا يا سيد أبو علي. من وسط أنا أعتذر منك لأنه لدينا متصلين ينتظرون. وصلت الفكرة. ويانا السيد ناصر من بغداد، تفضل يا ناصر. حياك الله ناصر. الله يسعدك. بخصوص الموضوع، بخصوص الازمه الغذائيه اللي مر بها العراق، طبعا لها مسببات استاذ. نعم. من ضمن المسببات اي الو وياك يا ناصر اسمعك. من ضمن المسببات انه عدم اختيار الاشخاص المناسبين للقطاع الزراعي والقطاع المائي. المياه والزراعه مرتبطه شيء بشيء. زين حاليا انه المواطن العراقي دا يتبع انه تقليل المي على المزارعين. نعم. انه المي، فبالتاكيد راح يصير عندنا نقص في الزراعه، خصوصا محصول الحنطه والشعير والتمن، يعني هاي العراق مشهور بهم. هاي كلها الغذائيه المعتمده اللي ينتجها العراق على اساس. نعم. حرب وفلاح العراقي، تدري انت السنوات السابقه، هاي السنوات السابقه اللي مرت، حرائق بالموصل وبالبصره وبواسط. هاي الحرائق من سبب؟ سببها العناصر اللي موالية لإيران حتى تسبب نقص غذائي حاد عند العراقيين. نعم. فعدم اختيار الرجل المناسب ودق الوضع الأمني هش تسبب نقص في السلة الغذائية. العراق قاعد يعلن عني ما يخف أشهر وشهرين وكذا، وكأنما إنسان عايش على فتات، يعني فقير. العراق بلد غني لكن بيقودوه ناس اول شيء العلم عندهم صفر، يعني ما نقدر نقول جهله لكن صفر. نعم. اثنين الولاء مو البلد، يعني هذه بتيجي على انسان حريص على بلده فيسبب انتاج فائض في الحرب. نعم. اما الميليشيات المواليه لايران تسبب نقص في المواد الغذائيه متعدده. ولذلك ايران قطعت المي علنا على العراق. نعم. مو حتى تعطشوا، حتى تجوعت. احنا اكو ناس يقول لك ايران قطعت المي. نعم، ايران قطعت المي وايران سببت لنا ازمه اقتصاديه كبيره، حتى شنو؟ نستورد من عندها مواد غذائيه. نعم. احنا اللي نتمناه من الحكومه العراقيه انه تعتمد على العلم الرشاد. اثنين ادخال العناصر الزراعيه بالقطاع الزراعي. مغيبين. نعم. يجيب لك وزير امي يشتغل بالزراعه، والله شنو من الحزب الفلاني من الطائفه الفلانيه. فاحنا تراكبت علينا انه ضعف الكادر ضعيف. نعم. وضعيف علميا. اثنين الميليشيات بتحارب الزراعه متعمده. متعمده. نعم. حتى تخلي البلد دائما مستهلك.
ومن استورد من إيران. شكرا سيد ناصر. نعم وصلت الفكرة سيد ناصر من بغداد، أشكر حضرتك ويانا أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي الكثيرات الأزمة العالمية التي أثرت على الغذاء نعم دول العالم نعم. وأثر ما أثرت بهم الدول النامية كالعراقي وغيره نعم. نعم هناك تأثير عالمي على أسواق أسألوا حكومة العراق حكومة المنطقة الخضراء أين استعداداتكم نعم. أين سياساتكم الاقتصادية أين الخزين الاستراتيجي أين السيطرة على الأسعار والاقتصاد في داخل البلد نعم. هذه حكومة ليس لديها خطط استراتيجية للتفكير بمستقبل هذا الشعب المسكين نعم. هذه الدولة تفكر بالاستفادة تفكر بجمع الأموال للمسؤولين والبرلمانيين وغيرهم من رؤوس الفساد هذا هو تفكيرهم نعم. أما التفكير بالمواطن العراقي المسكين ربما يأتي في المرتبة الأخيرة وربما إن المواطن العراقي ليس عنده قيمة أمام هذه الحكومة الفاشلة ثم سياساتكم التي عن طريقها تستطيعون أن تردون وتحتاطون لهذه الأزمة العالمية للغذاء وغيره أين استغلال الصحارى التي موجودة في الأنبار وفي صلاح الدين وفي نينوى وفي المثنى وفي غيرها يعني هذه الصحارى التي تركتموها لسنين طوال طبعا تأتيكم أي أزمة اقتصادية لا تستطيعون أن تتصدوا لها ولا تستطيعون أن تجابهوها لماذا؟ لأنكم ملتهون بجمع الأموال ملتهون ملتهون ليس بالاحتياط لهذا الشعب المسكين بل إنكم ملتهون بقتل هذا الشعب طيب إذا مات الشعب سيد أبو سمية نعم سيد أبو سمية قبل كم سنة بال 2007 تحديدا نور المالكي أطلق المبادرة الزراعية وعلى أساس أنه هي بلش بها التنفيذ ب 2008 بلش العمل بالمبادرة الزراعية الناس طلع هو يهتف بالإعلام وسويت لكم المبادرة الزراعية طيب اليوم احنا بعد من 2003 الى اليوم مضت هذه السنوات حتى الان المواطن العراقي لم يجني ثمار هذه المبادرة الزراعية اصلا كثير من العراقيين ما يعرفون شنو هي عملية اقراض لمزارعين على اساس انهم يبنون او يأسسون مشاريع زراعية لاستصلاح الاراضي والقيام بمشاريع تنموية تخدم العراق اولا والمواطنين طبعا بشكل عام لغاية اليوم لا توجد نتيجة لهذه المبادرة الزراعية ما حد يعرف الأموال مليارات الدولارات أنفقت على هذه المبادرة الزراعية على شكل قروض وغيرها ما حد عرف وين راحت هيئة النزاهة تقول المبادرة الزراعية أكبر واحد من أكبر ملفات الفساد بالعراق احنا بعد هذه السنوات شنو الفائدة من راحة أموال العراقيين والعدنا 70% من أراضي العراق أصابها التصحر شنو الفائدة إذا عندك فلوس وما تقدر تاكل او تشتري منتجاتك الغذائيه لانه قاعك ما تصلح والدول البقيه حتسد الباب بوجهك، ذولا صار لهم سنين، ايش دا يسوون؟ يا سيدي الكريم الكذب عند السياسيين من ارخص السلع اسهل شيء عند السياسيين هو الكذب لا يبالي اذا كذب، لماذا؟ نعم سياسيون بمواعيد بوعود كثيره وعد الشعب بمبادرات كالزراعيه وكغيرها والقضاء على الفساد يا اخي الكريم هؤلاء الثله صعدوا على اكتاف العراقيين ليقتلوا نعم ما صعدوا لكي يؤمنوا الغذاء فالبلد الذي ليس فيه قانون ليس فيه امن غذائي شكرا للبرنامج شكرا جزيلا ابو سميه مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمد كامل صرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن نسبة التصحر في العراق بلغت 70% برهم صالح رئيس الجمهورية في تقرير أصدر عن التغير المناخي قال بأن هناك 7 ملايين عراقي من 40 مليون يعانون من الجفاف والنزوح الاضطراري أكو مشكلة تواجه العراق وهي مشكلة المياه طبعا المشكلة لأنه لا توجد إرادة سياسية ولا يوجد من يديرون الدولة بشكل صحيح دخل العراق في نفق
مظلم حقيقة وفي أزمات متعاقبة، وهي قضية الآن وصل إلى قضية جفاف الأنهر. يعني العراق الآن هناك تقارير سنتحدث عنها بعد قليل تتحدث عن كوارث ستصيب أنهار العراق. لكن قبل هذه النقطة دعونا نقرأ لحضراتكم خبر هو تم تداوله في السابق، لكن نعيد ونكرر طرحه ونؤكد عليه مرة أخرى ونطرح به تساؤل. وزير الموارد المائية بتاريخ 8/1/2022 هذه السنة، يعني قبل شهرين وشوية، وزير الموارد المائية مهدي الحمداني قال إن بلاده تتعاون بشكل كبير مع تركيا في ملف المياه، بخلاف إيران التي تتخذ إجراءات أحادية الجانب في هذا المجال. وطبعا قبل هذا التصريح ببضعة أشهر في عام 2021 بشهر 10 يوم 25 الوزير نفسه مهدي الحمداني قال بأنه تم التوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن حصة العراق من المياه، كاشفا عن المضي بإجراءات لتدويل القضية، قضية إيران وأزمة المياه، لأنه يقول أنه إيران تقطع علينا المياه بالنسبة للمدن والمحافظات العراقية الحدودية مع إيران، تعاني من موجة جفاف إثر قطع إيران عددا من مياه روافد الأنهار وتحويل مسارها إلى داخل الأراضي الإيرانية أو إقامة سدود عليها دون إبلاغ الجانب العراقي. هذا وزير الموارد المائية. طيب حتى بس اللي يدخلون يقول لك تركيا خرجت في قبل بناء سد أليسو وقبل تشغيله أكدت أنها أرسلت تحذيرات ومخاطبات، خاطبت العراق والجانب العراقي برسائل كثيرة وقالت لهم بأنه نحن في طور إنشاء هذا السد، استعدوا لهذا الموضوع بإنشاء سدود بالتعامل مع الموضوع، لكم الطرق التي تريدونها. لكن لم يأتي جواب من الجانب الحكومي في بغداد وأهمل الملف، بني السد وتأثر العراق بالطبع لأنه غير مستعد. لكن إيران تتعامل مع العراق وكأنه لا شيء، بلد غير موجود بالنسبة لها، كما يقول المسؤولون الإيرانيون، حظيرة، ساحة خلفية، محافظة من المحافظات الإيرانية. يتم قطع أمدادات الأنهر على العراق ويتم تحويل مجراها إلى داخل الأراضي الإيرانية وبناء سدود دون إخطار الجانب العراقي. الوزير السنة اللي فاتت طرح تدويل قضية المياه مع إيران، لكن لغاية الآن ونحن مقبلون على الشهر الرابع من 2022 ما هي نتيجة تدويل هذه القضية؟ هل دويلت فعلا؟ أين نتائج الضغوطات الدولية على إيران من أجل أن تعيد ضخ المياه إلى العراق وفق الاتفاقيات الدولية؟ معنا اتصال السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين ومشاهديها. الله يسلمك يا أبو عمر، كل الهلا، تفضل. يا مين ترى أستاذ محمد، بالنسبة الوضع اللي صار عندنا من 2003 والحكومات اللي حكمت العراق، يعني ما شفنا إنه حكومة أمامها شعب وكأنما تدعكم بدون أي مقابل. أكو شعب يعني محتاج لها لعناية، محتاج إلى إدارة هذا البلد، محتاج إلى هذا الشعب، ويعني ما بين الاحتلال اللي قامت الولايات المتحدة الغرب العراق وتدميره والبنية التحتية، ما شفنا من عندنا يعني في التطور في البناء إنه هذا الشعب يعني لازم يعني يتقدم، لازم ينبني، لازم يعرض هيكلته، لازم يعرض تنظيمه من إذا ما دمر الاحتلال الأمريكي. يعني ما شفت من هاي الحكومة اللي قدمت للآخر سواء الاعتقالات والتدمير والطائفية اللي صار عندنا، وكأنما حكومة جاية ضد الشعب العراقي. يعني الوضع اللي قبل سنتين احنا مرينا من يعني هذا المرض الإخوان اللي صار بالعراق وبالعالم كله، على الحكومة لو كان حكومة عندها شعب ومقدرات الشعب واحترام الشعب كانت وفرت يعني امور السله الغذائيه لابناء الشعب، الحصه التمويليه، هاي ابسط الامور. يعني ما فيها سنتين والناس لعبت بطاله لا شغل لا مشغله، وصار عندنا حظر تجوال يعني كافه المحافظات عندنا، ما شفنا دعم من حكومتنا، سلطه الاحزاب وليس الحكومه العراقيه، انه قدم
كتبت للمواطن العراقي حصه تموينيه يعني حتى وعبرت عن منين نجيب لك منين نجيب لك مواد الحصه التموينيه اذا هي اليوم تعتمد على الاخرين بالاستيراد واكو بلدان اليوم بدات تغلق ابوابها او ترفع عليك الاسعار؟ يعني اتوقع يا ابو عمر انه ممكن بعد فتره بسبب الحرب الروسيه على اوكرانيا انه ممكن دول اخرى تغلق باب التصدير بعد حتى ماكو حصه تموينيه، منين تجيب لك مواد؟ استاذ هاي عيبها يعني عيبها على الحكومه وسلطه الاحزاب، يعني شعب 40 مليون ويعني الخير اللي بيه النفط اللي سعره وصل 118 120 دولار، ناهيك عن العتبات المقدسه اللي جايه يسرقون اموالها، ناهيك يعني عد المداخل الحدوديه اللي كلها هاي اللي الاحزاب بيها السلطه، يعني عيب عيب يعني على الاحزاب ان يشوفون شعب عطفه. طيب انتم انضحيتوا جبتوا داعش وقدموا اولاد الناس، هذا الشعب العراقي اللي عطفه ضحايا اللي بسببه اللي قلتوا احنا ضحينا وقاتلنا، وين القتال اللي قدمتوه للمواطن العراقي؟ وين الشهداء اللي راحت وضحت من اجلكم انتم حامين اعراقكم حامين اسرتكم؟ وين اللي قدمتوه؟ وين تقدموا شيء للشعب العراقي للمواطن؟ هم انتم ناسكم ما قدمتوا لهم شيء ولا قدمتوا لهم. بالعكس اديتوهم يعني شفنا التظاهرات اللي صارت بالبصره وبالناصريه وكل محافظاتنا، شو رحتوا كتلتوهم دزيتوهم الاحزاب وقوات اللي هي دمرتها؟ هذول من جدتكم ما رضناكم؟ ايش سويتوا لهم؟ ايش طلعتوهم؟ سؤالي نعم ابو عمر، سؤالي لحضرتك، شنو توقعك بالنسبه للوضع الاقتصادي في العراق في ظل هاي الازمات اللي تصير عالميا؟ واللي اليوم بعد ما الموضوع بعد ما بي انه العراق بعيد عن اوكرانيا او روسيا ما يتاثر، اليوم العراق جزء من هذا العالم، ولان بلد يعتمد على الاخرين يتاثر قبل غيره. فشنو توقعك بالنسبه للوضع الاقتصادي في العراق وتحديدا الامن الغذائي؟ كمواطن احنا وكل العراقيين هذه افضل انه توقعنا راح يكون ان جفاف، راح يكون ان غلاء اذا ما ظلت هذه الحرب الروسيه على اوكرانيا. ما زالت هذه الحرب متواصله حتى واذا صار العراق يعني وصل الغلاء، يعني احنا عندنا كل المواد الغذائيه مو بس البطل زيت والرز والسمن، كل المواد الغذائيه راح تصعد. فتوقعنا بانه راح يصير يعني كارثه للشعب العراقي، لان يعني احنا ما شفنا خير من هذه الحكومه، فراح يصير زياده بالاسعار، راح يصير فيها يعني تهدد للسوق يعني بالتجارة، واللي ما يرحمون العالم، فهي الحكومه راح تكون مكتوبه الهيبه امام هاي التجار وامام الشعب العراقي. شكرا يا ابو عمر، انا اشكرك، وصلت الفكره. نذهب الان مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب قد العراق. تجي قلت نطي احنا رواتب، نطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبه. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانه حتى نطلع العيشه، يعني علاقه نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانه يوميا نطلع 7,000 دينار، نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون. واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار ونودي زلمه كرو 1000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشه. هاي الفقر هم كذبه.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بس خلينا نتكلم يعني تعليق بسيط على هذا الفيديو اللي شفته. هذا الطفل يعمل بكد وتعب ويأكل من عرق جبينه على قولتهم، وفي سبيل أنه هو يبني مستقبل نفسه، يعيل أسرة ويبحث عن تعليم. وهذا العامري اللي قتل أبناء العراق بالثمانينات، واللي سرق أموال العراق بعد الاحتلال، واللي لا يزال يسرق ويقتل أبناء العراق وأموالهم يسرقها. شفتوا البيت أو القصر اللي قاعد به هذا العامري قبل الانتخابات والاجتماعات اللي صارت، ولما دخل مقتدى الصدر إلى البيت؟ بس انتبهتوا على القصر اللي عايش به هذا العامري؟ مين جاب هاي الفلوس هذا العامري؟ منين جاب هذه الأموال؟ ويتحدث عن كذبة الفقر، إنه الفقر بالعراق هذا كذبة، هذا ما موجود هذا الكلام. ونتابع اللقطات لأبناء العراق، منهم اللي كيس واحد بأكل اليوم، يعني ما عنده غيره وما عنده فلوس يشتري، ومنهم أطفال اللي يبحثون عن لقمة العيش بطرق أكبر من عمرهم، وظائف أو أعمال شاقة. عموما نكمل الحديث مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم بشأن الأزمة المحتملة، الأزمة الغذائية المحتملة التي تضرب العالم في طريقها الآن أن تضرب العالم، والعراق جزء من هذا العالم يتأثر بكل المتغيرات الاقتصادية. طبعا قبل شوية تحدث أبو علي من بغداد عن موضوع فقدان السيطرة الحكومية على الأسواق. اليوم بالعراق أي شيء يرتفع سعره التاجر بكيفه بمزاجه، هناك احتكار للمنتجات، ما حد يقدر، ماكو سيطرة، هناك تلاعب بالأسعار وفق ما يشاء التاجر. وطبعا ليس فقط قطاع الغذاء، كل الجوانب الطبية الخدماتية الغذائية كلها الأسعار فيها بمزاج التاجر، مزاج البائع. وزارة الزراعة حذرت من وجود فوضى في أسعار المواد الغذائية بسبب غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق المحلية. المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قال إن غياب الرقابة خلال المدة الماضية أدى إلى حدوث ما وصفها بفوضى الأسعار، مضيفا أن الغلاء قبيل شهر رمضان بات أمرا معتادا في ظل استمرار استغلال التجار للمواطنين. الوزارة هي التي تتحدث، وزارة الزراعة هي التي تتحدث وتقول بأن غلاء الأسعار قبل شهر رمضان أصبح أمرا عاديا، وكان المتحدث ناشط أو مواطن وليست وزارة مسؤولة عن الحفاظ على حقوق الناس، المحافظة على ثبات الأسعار، هي ووزارة التجارة طبعا، المحافظة على الغذاء العراقي وكل ما يصل المواطن العراقي من مواد غذائية، ومعاقبة من يتلاعبون بالأسعار، ومحاسبة وملاحقة من يحاولون التأثير على المواطن البسيط و يعني فرض أسعار غير منطقية على شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، الآن وصلت إلى أكثر من 40% بحسب تقارير الأمم المتحدة عراقيين تحت خط الفقر. كيف لهؤلاء أن يعيشوا في هذا البلد الغالي التكلفة على الجميع طبعا، ولا يوجد رقابة حكومية أو دعم لشريحة الفقراء وهذا القطاع الواسع من المجتمع العراقي؟ تحدثنا قبل قليل مشاهدينا عن التصحر الذي وصل إلى نسبة 70% من أراضي العراق. هناك مشكلة المياه القادمة والتي قد تقضي على أي مكان للحياة في هذه الدولة. مشاهدينا الكرام، مؤشر الإجهاد المائي، توقعات بحسب المعطيات الحالية الموجودة على الأرض في العراق، توقع أن العراق سيكون أرضا بلا أنهار في عام 2040. عام 2040 لن يكون هناك أي أنهار في العراق، ولن يصل النهران العظيمان دجلة والفرات إلى المصب النهائي في الخليج العربي. تضيف الدراسة أنه في عام 2025، يعني بعد 3 سنوات من الآن، ستكون ملامح الجفاف الشديدة واضحة جدا في عموم البلاد، مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد. طبعا هي المتغيرات الجوية الطبيعية، هذا أمر إلهي لا يستطيع الإنسان أن يعني يتحكم به، لكن عندما نتحدث عن الأمور الدنيوية وقدرة الدول على التعامل مع هذه الملفات الحساسة التي تمس أمن المواطن، نعطي مثال بسيط على
سد النهضة الأثيوبي وتعامل مصر مع هذه القضية، تدويل ومباحثات وتهديدات وزيارات ووفود ورد وأشد وجذب، لكن في النهاية بغض النظر عن النتيجة في النهاية هناك تحرك دولة للحفاظ على أمنها المائي بغض النظر. طيب العراق ذول اللي موجودين وأنتوا في بلد النهرين وبلد مهم، لماذا يهمل هذا الجانب المهم الذي يدمر الزراعة والثروة السمكية والحيوانية ويقضي على الحياة بشكل عام في هذا البلد؟ لماذا أهمل هذا الجانب المهم والخطير لغاية هذه اللحظة وتركيا بهذا الشكل يعاني المواطن العراقي من تبعات مستقبلية؟ معنا اتصال السيد أبو عيسر من تركيا، تفضل. الله يسعدك أستاذ. الله يسلمك، حياك الله أستاذ. منذ احتلال العراق والنفوذ الإيراني دي موجود بالعراق، نعم، البلد وقف كل شيء، وقف الزراعة والصناعة، يعني بلد شوف هسه يعني 140 أو 150 دولار هسه برميل النفط، وتباوع المتقاعد يعني فلوس علاج ما عنده، وكل مواطن فقير يشوفه هذا يبيع علاليق وكذا، واحنا اهل الخيرات كلها بالعراق. بس النفوذ الايراني وهاي الاحزاب الحراميه اللي دا تسرق بالعراق ما تخلي لا زراعه ولا صناعه، لان تريد فقط تستورد من ايران. هاي حقيقه الموضوع، كل الاحزاب ما تريد العراق يستقر، وهذولا مو شكل حكومة، هم شلة حرامية دي يسرقون بأموال العراق ويرسلوها لإيران للمخدرات وغيرها. سيد أبو عيسر لما اليوم تشوف أنه دي يتصارعون لحد الاقتتال في الشوارع باستخدام السلاح على المناصب، اليوم واحدهم يهدد الثاني إذا ما أحصل على جزء من هاي السلطة هنزل جماعتي أحرق العراق. طيب ذولا يتحدثون بشعارات الوطنية ويقول لك الثلث الضامن للاستقرار، والثاني يقول لك الأغلبية الوطنية، ما حد منهم اندار وباوع كم مادة بالحصة التموينية، ما حد منهم باوع انه اليوم انه عندنا 70% جفاف تصحر بالأراضي الزراعية، العراق اللي هو بلد اصلا منذ النشأ بلد زراعي. استاذ من امن العقاب ساء الادب، اذا امريكا تريد العراق هيك يصير وايران تريد تدمره، نعم، وهم جابوهم شله حراميه ويعرفوهم وزرعوهم بهذا البلد، هذول يتقاتلون فقط لسرقه العراق، نعم، فلا تتصور ينظرون للشعب. حتى شوف ايش قد التشرينين طلعوا مظاهرات والناس تبكي وتحكي ويقتلوها بالشارع، ولا كانه باسم الدين باقون الحرامية، ولا يعترفون بالدين ولا يعرفون الله وين، يعني هذول ايش تترجى منهم؟ مليارات الدولارات اللي كانت بسويسرا هسه راحت في اوكرانيا، كلها راحت مال السياسيين اللي موجودين بالعراق. فهذول شلة حرامية، لا تعتب على حرامي، اعتب على شعب بأكمله مدى يطلع يفوج عليهم ويطردهم حشات بالقنادر. سيد أبو عيسر أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا أبو مروى من كربلاء، تفضل يا سيد أبو مروى، أهلا وسهلا بك. أكثر حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أخي الدول كلها تتصارع من أجل البقاء. نعم، شوف هذا الصراع الدولي الموجود كله من أجل يعيشون شعوبهم. نعم، لأن يفهمون شنو المتغيرات الطبيعية اللي جنابك تقول من رب العالمين. نعم والنعم بالله، نعم، لكن 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 اكو عقول جباره المفروض تشتغل ويتهيئون نعم، سواء كان المناخ، الامطار، كل شيء. هذا فضلا عن اكو متغيرات هو البشر مشترك فيها، نعم، لكن الجماعه ما عندهم استراتيجيه. والا 20 سنه في تاريخ الشعوب ترى كثيرة، هواية 20 سنة يعني 18 سنة. نعم، كثير البلدان. احنا 40 مليون وبلد ما شاء الله غني ورحمة من الله. أي، يعني ليش 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 الصناعة الأردنية والصناعة المصرية والصناعة الإيرانية والصناعة التركية؟ نعم، اليوم احنا ما لو كانوا الجماعة مهتمين بهاي الموازنات
وما ناثريها على هذا وذاك، محوليها الى صناعه وزراعه. والله ما نقعد هيك مزق، واحنا مقبلين. انا مو متشائم، الله موجود ان شاء الله، لكن والله مقبلين لا سمح الله على كوارث. سيد ابو مروه، سريعا نعم. عندنا بحسب وزارة التجارة العراق يستورد 75% من احتياجاته الغذائية، تمام؟ إيران تقول احنا نصدر للعراق بقيمة 10 مليار دولار سنويا ونسعى لرفعها الى 20 مليار دولار. وزير الصناعة السابق محمد صاحب الدراجي يقول اذا يجوني مجموعة قالوا لي اذا تشغل المصانع نكتلك ونمع على والديك، تمام؟ وعندك تصحر وعندك تصحر بنسبة 70% بالأراضي الزراعية، والعراق مقبل على جفاف. هاي كلها ما تخليهم خجلانين من نفسهم إن هم بعدهم باقين بالكراسي أو المناصب. لا أخي أبد ماكو خجل، لأنه أنا استغرب من اسم العملية السياسية، ما أعرف هي عملية دينية أم يعني والله يعني إلى دون خجل. بيت شيعي وبيت سني وبيت كردي مع احترامي لكل مكونات العراق. اليوم العراق خليته على شكل مكونات فقط طوائف، يعني ليش هالشكل هذا؟ يا اخي توقعك يا ابو مروه للوضع الاقتصادي والغذائي بالعراق في ظل هاي المتغيرات سيء. سيء يعني العياذ بالله. العراق يعني انا اتوقع له يعني لا سامح الله يعني احنا في منزلق بالنسبه لهي الحاله. ليش؟ لانه الجماعه ما خططوا، سبقتنا الدول المجاوره سبقتنا. اليوم 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 ابن ابوه اليوم اللي مشي شعبه. فاحنا راح نضل ورا اخي مع الاسف. شكرا جزيلا ابو مروه من كربلاء. ويانا سيد كريم، تفضل. فقدنا الاتصال ويا سيد كريم. مشاهدينا الكرام، النائب صلاح زيني جدد تأكيده أن الأراضي التي سحبتها مديرية الزراعة من الفلاحين في ديالى غير متروكة، واستولت عليها البلدية بذريعة استغلالها ضمن مشاريع استثمارية. اليوم العالم دا يتصارع على الغذاء، دا يتصارع. يعني أنت اليوم حتى لو عندك فلوس، حتى لو عندك نفط، ما قيمتها إذا أنت ما عندك الغذاء لشعبك. اليوم على سبيل المثال من الدول المحيطة اللي يهاجموهم واللي يشتموهم واللي يقولون عليهم كذا وكذا، تركيا. طبعا أنا أتمنى أنه ذولا اللي موجودين بالعراق أنه يحذون حذو جزء من إنجازات الدول المحيطة بنا بما فيها إيران. إيران اللي يتبعوها واللي يعني بالنسبة لهم هي القائد وهي المحرك، عندها على الأقل عندها شوارع، عندها طرق، عندها مناطق، مساحات زراعية، دولة مصدرة للجميع، مصدرة حتى لتركيا. طيب انتو يعني ايران تاخذون منها بس الشر، تنطول العراقيين، والخير او الانجاز او المشاريع او الفكر اللي يخدم الشعب هذا عايفي، لا عايفي للدول الاخرى هم يستفادون منه. تركيا اليوم اقر الرئيس التركي اردوغان 2 مليار دولار زيادة دعم للفلاح، لانه يعلم انه المرحلة القادمة مرحلة خطيرة. طيب ذولا انتو اهل المليارات، بلد المليارات العراق، وين دعمكم للفلاح؟ وين الدعم للمزارع العراقي وتغذية الأرض العراقية والقضاء على التصحر ومحاولة استصلاح الأراضي الزراعية في سبيل خدمة المجتمع، تأمينه من المخاطر؟ معنا اتصال. كريم تفضل. مين كريم؟ طيب فقدنا الاتصال مرة ثانية. في مشاركة، الأخ أرسل أمور غريبة عجيبة ما أعرف شنيا. طيب إذن مشاهدينا الكرام، العراق مقبل على مجاعة كما حذرت تقارير دولية كثيرة من هذا الموضوع، لأن من يديرونه لا يكترثون لوضع المواطن العراقي ولا وضع الدولة العراقية. المهم المغانم التي سيحصلون عليها نتيجة المناصب التي سيتبوؤونها بالصفقات بالتوافقية. ف المواطن اليوم او المتصلين او العراقيين لسان حالهم انه ايش وقت النايم يصحى وايش وقت المواطن يخرج لطرد هؤلاء، لانه اذا بقاهم فيتوقع هذا المواطن العراقي قد يشاهد مجاعة حقيقية موجودة في العراق. هذا البلد الغني الزراعي
حيتحول إلى بلد صحراوي منتهي ما بأي معالم الحياة، ويدخل المواطن العراقي في مجاعة، يبدأ الغني يبدأ يطلع للدول اللي بيها زراعة وبيها أكل وبيها شرب وبيها طاقة وكهرباء، والفقير يبقى نايم في هذا البلد بضيم وقهر. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.